من سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حابب أرحب بكل الحضور وممتن بامتناء كبير جدا بحضوركم النهاردة. أشرفنا ليكم والدعم الدائم اللي دايما احنا بنشوفه الشركات اللي في الدولة والهيئات الحكومية وجميع المنظمات اللي احنا بنشتغل فيها. اعتقد نجاحنا ده كان بسببكم. احنا فعلا بجد شاكرين جدا ليكم السبورت والدعم الدائم اللي احنا دايما بنشوفه. والنهارده ليله بنحاول نخليها بسيطه من غير كلام كتير. يمكن في شويه انترتينمنت اامل ان هي تعجبكم وتنبسطوا بيها. وشكرا كمان مره.